اخر فقره معانا مشاهدينا النهارده في اول حلقات عيد الاضحى، اول يوم كل سنه وانتم طيبين. هيكون معانا فرقه من الشباب، هم من كليات مختلفه، هندسه وطب وحقوق، كانوا هم حوالي 12 نفر بس هيكون معانا منهم النهارده اربعه. هي فرقه ضحكه، هم املهم الوحيد يتلخص في ان هم ازاي يقدروا يقربوا من كل الشباب اللي في سنهم والتعبير عن احلامهم وامانيهم. هيكون مشرفنا منهم النهارده محمد عبد الواحد، صباح الخير، ومحمد زكريا الجيتارست، ازيك يا محمد؟ وهيكون معانا الفوكال مهيتاب محمد، يا مهيتاب، ورجل الساكسفون مصطفى مجدي، ازيك يا مصطفى؟ شباب كل سنه وانتم طيبين، واحنا حابين نتعرف عليكم طبعا بعد ما كل سنه وانتم طيبين. انتوا ابتديتوا ازاي وفكرتوا في الفكره ازاي، خصوصا ان انتوا لسه صغيرين، انتوا لسه في الجامعه، لسه ما اتخرجتوش على ما انا فهمت، بس انتوا بتلعبوا يمكن من الاغاني اللي احنا هنسمعها النهارده تلعبوا الوان كتير، في حاجات تخصكم وفي حاجات تخص السيده فيروز مثلا، حاجات قديمه. انتوا فكره الفرقه جت منين؟ مين يبتدي فيكم يرد عليا؟ الجيتارست محمد. تمام، قول يا محمد. لا، هو احنا كل واحد فينا كانت الموهبه يعني عنده من صغره، بس اتجمعنا ازاي بقى؟ دي كليات مختلفه، بنقابل بعض، بنشوف بعض. ف انت في كليه يا محمد؟ انا كليه هندسه. انت كليه هندسه، ومحمد عبد الواحد حقوق. حقوق، طب 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 امال مكسوفه ليه؟ انت دكتوره يعني مكسوفه ليه؟ ومصطفى حقوق. حقوق، جميل. طيب انتوا اتلميتوا ازاي الاول؟ اتلميتوا عن طريق الانترنت ولا الفيسبوك، ولا اتلميتوا في الجامعه كل واحد كان شايل جيتاره وشايل الساكسو وانت واقفه بتغني، ايه اللي حصل؟ احنا اغلبنا اعضاء في فرق في كلياتهم. فرق ايه في الكليه؟ في مسرح الكليه بيبقى فيه فرق. جميل. في كل كليه في النشاط بتاعها، النشاط الفني. حلو. فاغلبنا اعضاء في الفرق دي، فبنتقابل عن طريق الفرق دي مع بعض. انتوا كلكم جامعه واحده؟ لا، جامعة القاهرة عامة لازم الفرق بتاعتها تتقابل مع بعض. حتة بقى ان احنا اتجمعنا بره دي لان احنا خلاص بقينا اصحاب بعض. اي حد بيدخل في المجال. يعني انتوا اتجمعتوا مثلا ايه في المسابقات الجامعية، ولا اتجمعتوا في كانت مسابقة ايه؟ يعني احكوا لنا كده، اشركوا الناس معاكم يا جماعة. في مسابقة مواهب فردية بتتعمل كل سنة في جامعة القاهرة. على مستوى جامعة القاهرة بالكامل. جميل. بنتقابل فيها في اغلب الاوقات يعني. طيب. ما هيتاب، بما ان انت يعني الفوكال والمغنيه بتاعه الفرقه، الاول قولي لي، قبل ما تقولي لي انا عايز اعرف حكايه 12 نفر، لان انتوا 12 نفر احنا شايفين منكم في حد بيلعب جيتار معانا وحد بيلعب ساكس وانت بتغني، محمد بيغني على ما اعتقد، بس انتوا 12، فانا عايز اعرف بقيه ال 12. بس قبل ما اعرف بقيه ال 12، انتوا ليه سميتوا نفسكم ضحكه؟ يعني برضو هي جديده، يعني انا بعترف ان هي جديده واسم جديد، بس ايه الفكره اللي وراه؟ يعني اسم كويس قوي، اللي هو بيعبر عن ان في امل بكره. يعني ضحك. علي صوتك، علي صوتك. قلقانه ليه؟ انت دكتوره، قلقانه ليه؟ قولي. بند ضحك. طب مصطفى، انت ما تعليقك على ضحكه ايه؟ لا يعني هي اكتر حاجه محتاجين لها اليومين دول هي الضحكه. خصوصا الضحكه كمان بتداري حاجات كتير، يعني الواحد بيتضايق وبيضحك، زعلان بيضحك، فاهمني؟ تبقى الباين الضحكه بس من جوه بتبقى فاحنا سمينا لها ضحكه كده، بس اغانينا بتعبر عنها. انتوا حبيتوا تبقى اغانيكوا حاجه حلوه زي نوع من الضحكه تفرح الناس. بالظبط. وفي اغاني تبان ضحكه بس هي جواها فكره. جميل. طب انا بس قبل ما نسمع حاجه منكم، انا لازم نسمع اول حاجه وهي اغنيه جنب الدفايه زي ما احنا متفقين. انا بس عايز اعرف بقيه الثمان افراد اللي مش معانا النهارده، كل واحد بيعمل ايه في الفرقه؟ يعني هل هي الات تانية، ولا هل بيعملوا ايه، ولا بيكتبوا، بيلحنوا، ايه بالظبط؟ زيكو بقى هو اكتر واحد ممكن يقول. قول يا زيكو. هو بالنسبه للناس اللي بتكتب، يعني في مصطفى تاج الدين ومحمد يحيى ومحمود وهدان، دول الناس اللي بتكتب. يعني ده كده ثلاثه بيكتبوا. طب ده كده ثلاثه من الثمانيه. تمام. في فاضل خمسه بقى. لا، في محمد مجدي درامير. درامر بيلعب على الدرامز او الدوم. تمام. وفي باسم طبله. طبله دربوك كمان. ومحمد خالد ليد جيتار. ليد جيتار الكتريك بقى. وفي رضوى كمان. 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 دي حاجه لطيفه جدا. وفوزي بيز. وفوزي بيز جيتار. يا راجل ده تنسى الايقاع بتاعك في الاغنيه ولا ايه؟
طيب تعالوا نسمع اول حاجه منكم اغنيه جنب الدفايه، وهي تاليف الكبير صلاح جاهين والحانكم. سمعونا. لا بجد هايلين يا شباب.
انا بس تعليقي الاولاني، انتوا ليه اخترتوا اول او يمكن من اهم اغانيكوا انه تختاروا كلمات للكبير الراحل صلاح جاهين، مع انه مش سهل يعني تلحينها وانتوا اللي ملحنينها، فانتوا ليه اخترتوا الاغنيه دي بالذات؟ هو عامه يعني هو شرف لاي حد ان يغني أكيد. كلمات صلاح جاهين، ف احنا اخترنا الاغنيه لان لقينا كلماتها مش هتبقى صعبه قوي على الشباب ان هم يسمعوها، كلمات جميله جدا، واللحن حاولنا ان احنا على قد ما نقدر نخليه مسموع للناس كلها. هو اللحن في سكه احمد منيب، ويعني في السكه دي انتوا ليه واخدين السكه دي او سكه الموسيقى النوبيه؟ ممكن نقول يمكن في الاغنيه دي بالذات، هل يمكن عشان الكلمات الاغنيه نفسها حكمت بكده او الايقاع اللي في الكلام، ولا انتوا فكرتوا فيها ازاي؟ الكلمات ساعات بتربط، لا يعني بتخلينا محدودين بمساحه لحن معينه، بس احنا مش متجهين في الاتجاه ده لوحده، احنا في الحان مختلفه، ف هي الكلمات بس هي اللي تخلينا هي فكره جديده كده جت في دماغنا، فقلنا نجرب ونجحت يعني. طب جميل. طيب بما ان انت قلتي فكره، انتوا بتجيبوا افكاركم منين، او انتوا ايه المنطق في المواضيع اللي انتوا بتختاروها؟ يعني انتوا هنا اخترتوا حد متأمل قاعد جنب الدفاية، يعني برضو فيها فكرة رومانسية شوية، بتنقوا بقية أفكاركوا إزاي؟ مواضيعكوا بتناقش هي أفكارنا بنحاول إن هي تكون يعني تليق دايما على كل لون من لون يعني الشعب، مثلا إيه اللي هو ممكن شوية نعمل نوبي، ممكن شوية نعمل رومانسي، ممكن شوية نعمل سياسي، ممكن شوية نعمل اجتماعي، يعني أغاني مختلفة عشان الناس تقدر تحبها وما يكونش لون واحد بس، ألوان كتير من الموسيقى والأغاني. طيب سؤالي بقى ليكي أنت بالتحديد يا مهتاب، أنت ما شاء الله يعني صوتك هايل، أنت أنا يعني اللي هو مش باينة علي مش باينة، بس صوتك حلو، أنا فوجئت بصوتك. أنت صوتك أولا اكتشفتي موهبتك إمتى وبتمرنيها إزاي علشان تطلعي النتيجة الحلوة؟ هي الموهبة دي اكتشفتها تقريبا من ثالثة ابتدائي، وبعد كده ما يعني كنت بغني عادي بس ما يعني ما احترفتش قوي في الغنى. بعد كده دخلت عند دكتور محمد عبد الستار في الأوبرا اتدربت، وبعد كده طلعت عند دكتور سليم سحايب اتدربت، ووصلت للمسرح مسرح الجامعة وعملنا البند ضحكة. طب ده ما أثرش على دراستك بما انه الطب يعني خلص. 7 سنين وما شاء الله عندكم مشارح وعندكم حاجات حلوه قوي في الكليه، فانا شايف طبعا هم الدكاتره طبعا معروف ان هم والمهندسين بالذات يمكن اكتر مهن بيتجه الناس اللي منها بيتجهوا للفن، لكن انت بالنسبه لك انا بسالك بما ان انت يعني لسه طالبه ومفروض ان انت دكتوره ان شاء الله مستقبلا، هل انت لقيتي الموضوع سهل؟ وهل ده ما خدش من وقتك من وقت دراستك؟ وهل انت ناويه تكملي يعني ناويه تتخرجي من الكليه تشتغلي فعلا تكملي في الطب، ولا ناويه تتجهي للفن بما انه صوتك يعني ممكن تخشي فرقه الموسيقى العربيه يعني؟ هو الحقيقه هو فعلا بياخد من وقتي، بس انا بحاول اللي هو ايه افرق وقت الشغل، وقت قصدي المذاكره، ووقت الموهبه، يعني ما ينفعش اجمع بين الاثنين، اللي هو الموهبه حاجه والدراسه حاجه تانية والشغل حاجه تانية بعد كده. وفي نفس الوقت برضو كان فعلا بياخد مني وقت جميل جدا الغنى، بس ما ينفعش استنى عنه يعني، حاولت ما عرفتش. تمام. طيب قبل ما نجيلك يا مصطفى بالساكس الخطير اللي معاك ده، انا هتنقل بس للريتم بتاع الاغنيه واجيلك انت في السولو بقى، انت بتاع السولو.